أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني من السيرة النبوية. في هالبرنامج نتعلم سوية من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه ولياليه، ونعيش في سيرته ومسيرته، ونندمج معه ونتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. لازلنا في عبارة الحادثة الماضية اللي هي حادثة الإسراء والمعراج. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه معروف عندكم عنه أول الخلفاء الراشدين، وثاني اثنين إذ هما في الغار، والنبي صلى الله عليه وسلم لين سوله الصحابة من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق هذا رضي الله عنه لحادث الإسراء والمعراج، يوم جاءه قريش وقالوا له إن صاحبك قال كذا وكذا، قالوا له قالوا البارح أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وراعيه أصبح في مكة. قال لهم قالها؟ قال لهم إن كان قال فقد صدق، فإن يصدقه في الخبر يأتيه بأبعد من يأتيه أبعد من ذلك، أن الخبر يأتيه من السماء اللي هو الوحي. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو معنى كبير، يلا نتفطنوا له وننتبهوا له ونتبينوه نفهموه. هو أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه اربط صحة التصديق للخبر بصحة سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن كان قال فقد صدق. لذلك الدين دائما ياسر منه في أساسه مبني على غيبيات. والله تبارك وتعالى لين وصف المؤمنين وصفهم بأنهم يؤمنون بالغيب، ولذلك الألوهية وما يتعلق بها غيب، وصفات الله تبارك وتعالى غيب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أركان الإيمان: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره. لذلك ذلي يصلنا الحديث عن الجنة والنار والبعث والنشور والصراط والحساب والميزان، هذا كامل عرفناها عن طريقه، عرفناها عن طريق القرآن الكريم الذي أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. والفرق بين المسلم والكافر أن الأول المسلم يؤمن بالغيب، والكافر ما يؤمن ما هو بالماديات والمحسوسات. وفهم فرق بين الغيب والخرافة. الغيب تصوره ومعرفته فوق استطاقة العقل واستيعابه ولا في مقدوره وإدراكه. لذلك حتى والخرافة نفسها مولي تحت مستوى العقل ودون إدراكه، والعقل الصحيح يأبى تقبل الخرافة وتناقلها والإيمان بها والحديث عنها وفنها تعشش في قلبه. لذلك الكثير من المسلمين يتخاف عليهم هذا مع هذا، ويسابقوا لتصديق الأخبار الوافية. مرة شعرها في مصحف كما حدث في الآونة الأخيرة، ومرة انشرها وإن لم تنشرها فكذا وكذا وسيحدث لك كذا وكذا، من شيء لا يطلع على الغيب إلا الله تبارك وتعالى. لذلك خلاصة حلقتنا أن يالتنا نثبت مما يلقى إلينا ونلقيه إلى غيرنا. اللي يلقى إلينا سواء كنا نسمعوه والله نشوفوه والله نقراه، نثبت من صحته حدنا ننقله للآخرين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث الصحيح قال: كفى بالمرء إثما كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمعه. لذلك نثبت في ذلك نسمعه ولا نقوله سابق، نتبين صحته وسنده إلى من قاله. سأل الله تبارك وتعالى أن أكون وتكون من الصادقين، ولا يحرمنا الله بركة اتباع نبيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إلى هنا مشاهدينا الكرام نوفوا حلقتنا لهذا اليوم، آملين أن تكونوا استمعتم واستفدتم واتبعتم أحسن ما سمعتم. نلقاكم بخير في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.